الكل يعلم أن الاقتصاد التونسي يمر الآن بأوضاع حرجة جدا، ودخلنا الآن في وضع ما يسمى بالانكماش الاقتصادي، والانكماش يعني أن الاقتصاد يسجل نسب نمو سلبية، يعني قاعد يوخر مش قاعد يقدم، أو بعبارة أخرى يعني قاعد يأكل في رأس المال الآن. وهنا سؤال كبير جدا، كيف ستتمكن البلاد التونسية من تسديد ديونها الخارجية في السنوات القادمة، وخاصة في سنتي 2017 و2018؟ إذا أنقذنا اقتصادنا بالسرعة الكافية ربما هناك إمكانية، ولكن إذا ما تمكناش هذا يعني أنه تونس ستضطر أن تلتجي لحل من حلين، إما أن تطلب من المدينين الأجانب يغيروا لنا جدول التسديد، طبعا عنده تكاليف كبيرة جدا، تكاليف مادية ولكن تكاليف معنوية أكبر بكثير، لأنه ممكن تكون أول مرة في تاريخ تونس منذ استقلالها أنها ما تكونش قادرة على تسديد ديونها وتتأخر في تسديد ديون. وأي بلد يتأخر في تسديد الدين أو يلتجي إلى إعادة الجدولة يعني في القروض في المستقبل تكون هذه القروض مكلفة جدا وبأسعار غالية جدا، وإلا فربما نلتجي إلى حل أخطر من هذا، وهو تعليق تسديد الدين الأجنبي. نقول نحن عاجزين تماما، أنه هذا من أخطر الحلول، لأنه العالم المالي والاقتصادي كله يصبح ينظر إلى تونس بنظرة سلبية جدا. الإذاعة الوطنية التونسية.